上路。اليوم قررنا ان احنا نطلع من طرابلس من ميناء طرابلس طريق الشط الى راس جدير في خطوة اولى وفي رحلة اولى يعني اللي هي تخص الساحل الغربي في ليبيا، وبعد ذلك سيتم التنسيق على مجموعة رحلات منها الرحلة للمنطقة الوسطى ورحلة للمنطقة الشرقية بعون الله ورحلة تخص الجنوب وجبل الغربي في القادم بعون الله، وان شاء الله نحاول ان احنا نوصله لكل شاب ليبي فكرتنا في ان احنا يسرنا دم ويسرنا سلاح ويسرنا يعني ابتعاد عن حب الوطن. فلذلك احنا نهجو جميع شباب ليبيا بانهم هم يحيوا الروح الوطنية فيهم وبانهم هم يحبوا بلادهم ويبتعدوا عن المشاكل الزايدة ويسرنا، واحنا خلاص تعبنا ونبوا نتسامحوا بصراحة، وان شاء الله ربي يهدي الليبيين.